فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنا في مكة في عمرة، فوجدت في الفندق ملابس قد تركها من سبقني نسيانا منه، فهل هذه لقطة لا يجوز أخذها باعتبارها؟ نعم، لا، ما هي بلقطة، هذه ما هي بلقطة، يعني في عهدة أصحاب الفندق، بلغهم عنها ويحتفظون بها لصاحبها، ويعرفون من نزل في هذا المكان، ويأخذين العنوان نعم، فهي في عهدتهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.